السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة عبير. اليوم معنا ممثل مسرحي عثمان البيض، غني عن التعريف، ممثل الدراما والكوميديا. مرحبا خويا عثمان. مرحبا. إلا كان ممكن تعطينا فكرة باختصار، شكون هو عثمان؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. معكم عثمان البيض. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. معكم عثمان البيض، فنان من مدينة فاس وتقني سينمائي. العمر 32 سنة. 32 سنة. شنو العمل اللي تميز به عثمان البيض؟ الأعمال اللي تميز بها أكثر هي أعمال مسرحية، ودابا حاليا كاين جديد إن شاء الله أعمال تلفزية. شكون هو الممثل المثال ديال والقدوة ديال عثمان؟ القدوة ديالي هو حسن الفت. حسن الفت. شنو اكثر سلسله عجبتك عنده؟ ابار السلسله الكوميديا ديال الكبور، السلسله ديال الطوندونس عجبتني بزاف. عجبتك بزاف؟ نعم. وكتفكر دير شي عمل بحال حسن الفت؟ اذا اشتغلت تحت اداره حسن الفت. يعني حلمك تكون معاه؟ اه. ومن هاد المنبر تنوجه رساله للاخ حسن الفت، هاد الشاب هذا راه معجب بك بزاف بزاف، خاصو يخدم معك. سي عثمان، حنا عارفينك خجول بزاف بزاف، ولكن اول ما اتصلنا بك وسالناك واش غتقدر تجاوبنا على واحد الاسئله اللي مثيره للجدل، من بينها اليوم جايين نتكلموا على دنيا واحساس، فنانين اللي عاد طلعوا بانوا في هذه الفتره هذه، ولكن انت بالنسبه لك كما قلتي وكنحترموا رايك انك ما كتعتبرهمش فنانه، وبان كتعتبر ان هذاك العالم عالم التفاهه. ممكن تقول لينا علاش كتعتبر ان هذاك العالم ديالهم عالم التفاهه؟ هما اصلا ماشي فنانه، ماشي زعما تنعاير فيهم ولا شي حاجه، ما عرفت. المهم بعدا الا كانوا هما فنانه وتعطى لهم هذا الاهتمام بزاف من الجهات المعنيه ومن الصحافه، نعم. حنا شنو غنديروا؟ احنا اللي من مده وحنا في المسرح ومده وحنا في هذا، بحال احنا كنبانو حداهم ما كاين شيء. يعني كتشوف دابا العالم ديال التفاهه هو اللي ولات ياخذ حقه في البوز وكياخذ حقه في الشهره. ولاتي كتشوف كلشي داير كونت في اليوتيوب، كلشي داير تيك توك، وبعض المخرجين الله يهديهم تيعيطوا لهاد الناس هادو وتيخليو خريجين ديال المعاهد وتيخليو الناس ديال المسرح. علاش؟ شنو السبب؟ ما نعرفت. نعم صديقي عثمان، واش نعتبرك غير منهم؟ لا ما غيرش منهم، انا غير على الدومين ديال الفن، خصو يكون الاحسن. نعم. حنا في 2020 راه قادومين ان شاء الله على 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 اعوام، خاص تكون المنافسه قويه. الا نبقاو نديو على التفاهات في اليوتيوب راه لا شيء. نعم عثمان، كما عارف ان دنيا واحد الفتاه اللي تزوجات بعشرات المليون في الصداق، وحنا عارفينك انك مازال عذري ومازال مقبل على الزواج. الا جاتك فتاة وبغات عشرات المليون في الصداق، واش غتعطيها ليها؟ وشنو رايك في هذا الموضوع؟ اولا ما غنعطيهاش ليها. وشنو بغيتي تزوج بيليك اخاي؟ لا ماشي بيليكي، ولكن دابا هذا هو الموضوع اللي دارت لنا الدنيا واحساس. نعم. دايره في العقد عشرات المليون وهو ثاني على ديك العقد. يعني الا جيتي الا جي هضرتي شخص مع شي انسان غتقول له 10 مليون لا ما تزوجش بيا. واش شفت العقد بعينك؟ لا ما شفتهاش في العقد، ما نكذبش عليها، ما شفتهاش في العقد. ولكن الا كانت بصح هادشي راه تخربيق الله يديهم. انت مبلغ 10 مليون جاك مبلغ كبير، مع العلم ان المراه كتستحمل الرجل وكتستحمل التعب ديالو وكتخدم، خصوصا الا كانت مراه عامله كتشتغل في الشارع وكتشتغل في العمل ديالها وكتشتغل حتى في البيت، يعني كتستحمل هي العمل ديالك انت مضوبل، فكتظن ان المراه اللي كتحط الوليدات وكتربي الوليدات وكتعب عليهم وكتعب عليك انت وتصب لك حوايجك وتوكلك وتطيب لك وتمشي تخدم وتعاونك على الزمان، كتظن ان 10 المليون قليله عليها؟ اولا المراه ما كنشيئوهاش، المراه تستاهل اكثر من 10 المليون. دابا الضجه اللي دارت دنيا واحساس هما انهم خلاو ان البنات يفرضوا على الرجال انهم يكتبوا لهم في داك العقد 10، ولا درتي شي حاجه تخلصها عاد نطلق بيك ولا شي حاجه. المراه حنا كيف كنعرفوا راه والدتنا مراه وربتنا مراه وداك الشيء
بزاف المرة ما نقدروش نوصفوها بشي شوية راها بزاف باش نشيئوها في 10 المليون لا اذا ناويت تكون عندك 10 المليون عاد تنوض زوج شانتا لا تقد تكون كثر ولكن ما نعطيش للمرة 10 المليون غنكون داكشي متفاهم قريبا شحال تعطيها في السباق ملي تجي المرة تفاهم انا وياها اكيد ما غاتجيش غات المرة صديقي عثمان هو انت احساس بعد راه لقى المرا وعطى 10 المليون انت مازال ما لقيتيش حتى المرا وي لقاها وعطى 10 المليون عطانا يا خمسه نتزوجوا حنا سي عثمان من هذا المنبر شنو الرساله اللي توجه الاحساس وشنو تقول ليه على دنيا مرات نقول لك الله ياخذ فيك الحق اخي احساس خليتينا بلا زواج دابا المره اللي نهضروا معها تبنا 10 المليون اللي نقدر نقول لك على الدنيا ودنيا سرك عطيها فيك الصح تعرفي كتعجبني فيك بعدايا انايا صديق عثمان كنتمنوا لك تلقى شي عروسه اللي تناسبك وما تعطيهاش 10 المليون تعطيها غير 10 دراهم ياك تناسبك هادي من هات المنبر تنقلبوا على سي عثمان البيض عروسه اللي غيعطيها 10 دراهم شكون تقبل به صديقي عثمان من بعد هذه الفاجعة ديال الكورونا كيفاش تعاملتي معها وانت كفنان طبعا احنا عارفين دابا عالم الفن تهرس شي شويه في هذه الفاجعة اول عالم الفن تهرس في هذه الفاجعة وكانت انا كتقني سينمائي تهرسنا بزاف لان وقفنا في واحد الوقت اللي كانت الخدمه بزاف على ود الاعمال الرمضانيه ديال 2020 وقفوا بزاف ديال الاعمال هاد الفجعة كورونا مكتابة ما عندنا ما نديرو ولكن حاولنا أننا نتعايشو مع المرض حاولنا نحضو راسنا نعقمو يدينا الكمامة وداكشي اللي حاجة عادية زعما بطبيعة أي يعني. واحد خصو يديرها والله يبعد علينا هاد البلاء هذا ونرجعو للحياة الطبيعية كاينين بعض الفنانين اللي ما عندهمش بطاقة فنان كلاو العصا مزيان في هاد الظروف هادي والفنان كامل اللي عنده بطاقة واللي ما عندوش البطاقة كلها ضق في هاد الفترة هذه والله يهز علينا هاد البلاء إن شاء الله شكرا صديقي عثمان وبالتوفيق في مسارك المسرحي وشكرا على أكبر كلاش اللي قدمتيه الإحساس ننتظر متتبعي قناة عبير الرد ديال دنيا وحنا طبعا عارفينها ما غتسكت ليش